يا صباح الحلويات على الحلويات. اسهل حاجه بنعملها حلوه ايه؟ رز باللبن. حلوه قوي. طب لما نيجي ناكل الرز باللبن بره بنلاقي فيه مطه، بنلاقي فيه طعم كريمي، بنلاقيه مختلف عن الرز اللي احنا بنعمله وبنزعل جدا. بره كله عندنا دلوقتي وانتي جربي الرز معانا. هنحتاج ايه للرز بتاعنا؟ هنحتاج حله جميله كده وفيها نص لتر ميه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسلق الرز. عندنا قد ايه رز؟ يعني احنا حاولنا نلعب في نص كوبايه رز. نص كوبايه رز بلدي مغسول كويس جدا ومنقوع نص ساعه في الميه. عندي نص اللتر الميه، غلي مغليش ما تدقيش خالص، وابتدي انزلي بالرز بتاعك الجميل. هننزل بيه ونديله تقليبه كده ونسيبه يغلي تاتا تاتا مع نفسه في الميه. كل ما بيغلي هيشرب الميه وهيطلع النشا بتاعه. انا هزوده ميه لحد ما الرز يستوي تماما ويفشر. يعني ايه يفشر؟ احس ان الرزايه طلعت من بعضها كده، ابقى انا ماشيه صح. وهنكملها مع بعض. في كازرولة حلوة نعمل شوية صوص كراميل زي ما الكتاب قال. هو الكتاب قال ايه؟ لا، هو الكتاب ما قالش حاجة، احنا اللي بنقرا في الكتاب. هننزل بكوباية سكر وهننزل عليها بأربع خمس معالق مية. ليه الأربع معالق خمس معالق مية دول؟ دول هيخلوني آخد اللون اللي أنا عايزاه من الكراميل، ما يدينيش لون غامق بسرعة أهو. وممكن أقل من كده مية، المهم إن السكر يدوب تاتا تاتا واخد منه الدرجة اللي أنا عايزاها. بص الرز بتاعنا خلاص بدأ يتشرب ميته، بس لسه ما استواش الحباية على بعضها. هنزل كمان عليه كوباية مية لحد ما يستوي تماما. تعالي بقى معايا شوفي درجة الكراميل اللي أنا عايزاها. لو أنا ما حطيتش المية ما وصلش للدرجة دي. تبدأ معايا بالأغمق. هنزل بمكعب، اثنين، ثلاثة. طبعا دي مكعبات صغيرة قوي، بس ما تكتريش في الزبدة عشان ما تفصلش مع الكراميل. يبقى أربع مكعبات حوالي عن مكعبين كبار زبدة معانا. نبتدي بس نسيبهم يفكوا كده. الله، خلي بالك يعني تبقي بعيد جدا والاطفال يطلعوا بره المطبخ في الخطوات البسيطه دي يا جماعه، خلي ربنا يسترها. وابتدي اديله تقليبه صغيره. بصوا يا جماعه اهو الزبده ساحت خالص. ابتدي انزل عليه بقى بالسر بتاع صوص الكراميل اللي هي نص كوبايه كريم لباني. ما عنديش كريم لباني، مش عارفه اجيبها منين، ما اعملش صوص كراميل. كوبايه لبن كامل الدسم، تقلبي فيها معلقه نشا وتعملي نفس الخطوه بتاعتنا، هيديكي برده صوص كراميل طعمه حلو برده. يعني بصي ما توقفيش على اي حاجه خالص. بصي ده قوامه، ومش هيبان كمان قوامه لما يبرد خالص ويدخل الثلاجه. تعالي بقى يا امرايا ندخل جوه الحله كده ونشوف الرز الجميل بتاعنا. بصي بصي الرزية معالمها اختفت، تحسي ان هي بصي ضايعة. حلو قوي كده. اروح اعمل ايه؟ اروح جايبة اللبن بتاعي اللي هو كامل الدسم اللي من عند عم عبد اللبان اهو. ننزل بلتر لبن كله 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 ونديها تقليبة. هنعمل ايه تاني يا شيف حورية؟ خلصت الخطوات كده؟ لا خالص، ده رز بلبن، اصبري بس عليا. في بقى سر حلو قوي مع الرز بلبن. لتر اللبن ولتر الميه هياخدوا منك كوبايه رز. هتحط نص صحيح ونص مطحون اهو. هو ده النشا بتاعنا، وهو ده اللي هيديك التست، وهو ده اللي هيغير لك مذاق الرز بلبن ويوديه في سكه ثانيه خالص. ونديله تقليبه ونصبر عليه بالظبط 10 دقائق لغايه ما الرز الجديد يستوي، وبعد كده نكمله تكه تكه. تعالي بقى معايا اتفرجي شوفي القوام. يعني هتحسي ان انت حاطه له نشا. طبعا مفيش نشا فيه خالص، احنا اشتغلنا بالرز المطحون والرز الصحيح يا جماعه. ادي القوام اللي انا محتاجاه زي الفل. طيب والرز اللي انا حطيته من خمس دقايق ما كملش عشان مطحون جدا وناعم، استوى بسرعه. طب انا عايزه السكر بقى، السكر ده التحليه بتاعتك انت، بس انا هنا هتعمد ان انا هقلل السكر علشان خاطر ايه؟ ان انا هقدم على وشه كراميل. فهنحط نص كوبايه سكر فقط لا غير، ونديها تقليبه ونسيبها تسيح لوحدها. وهنروح على الخطوه الاجمل والاجمل. هو ايه قصه ده رز بلبن يا شيف حوري؟ لا، ما انت ما تاكليش الرز بره وتيجي تاكلي الرز بتاعك تلاقيه اقل في الطعم. انا هوصلك لاعلى طعم بتاكليه بره. هنجيب بوله حلوه كده، على ما السكر بتاعنا يدوب هنزل بربع كوبايه لبن، وهنزل بثلاث اربع معالق لبن بودر. ليه لبن البودر يا جماعه؟ عشان يعوض لي اللبن الميه
اللي انا سويت فيها الرز اللي انا سلقته في البدايه، فيبقى معلش يبقى عندي الطعم ماشي زي الفل. والسر الاخير طبعا في الرز بتاعنا النهارده معلقتين ثلاثة كريم شانتيه بودره، برضو دول هيدونا الطعم الكريمي ويخلوه غني، يعني يخلوا الرز بلبن غني يعني معاه فلوس يكون رز غني قيمه غذائيه. نقلبها بس عشان ما يكلكعش مننا، نضمن ان هو ايه ينزل يتوزع تمام ما يكلكعش معانا في الرز بلبن. بعد ما قلبناه كويس اهو، بصوا يا جماعه اللبن البودره مع اللبن الحليب او شويه ميه مش مشكله، لبن حليب مع الكريم شانتيه، وخلاص الرز بتاعي في نهاياته بيودعنا، انتهى خلاص. ابتدي انزل عليه بالخليط الجميل ده واديله تقليب اهو. هيزوده يعني، مش عايزه اقول لكم هيغير الطعم. واقلب الرز بتاعي، خلاص هو كده انتهى. الرز بتاعك بقى بتحبيه بالايه؟ بالفانيليا ولا بميه الورد؟ انا شخصيا بحبه بالفانيليا. طب انا هبدا بالفانيليا مش ميه الورد ليه؟ هقول لك ليه. انا نزلت دلوقتي بالفانيليا، اطفي النار على طول عشان ريحه الفانيليا تبقى قويه جدا. انا كده قلبت الرز وبقى رز بالفانيليا وملوش حل. هبتدي اقدمه طبق طبقين ثلاثه. لو انا في حد عندي في الاسره بيحب ماء الورد، بعد ما اقدم الفانيليا هنزل بمعلقه الماء الورد واديله تقليبه وابتدي اقدمه، لان الفانيليا مش هتاثر على ميه الورد، لكن ميه الورد هتلغي لي ريحه الفانيليا. خلاص كده يا جماعه انا خلصت، ابتدي اشيل حلتي خالص من على البوتاجاز واجيب احلى اطباق في الدنيا ونبتدي نقدم الرز مع بعض. عايزاكي بقى تتفرجي على قوام التوفي او الصوص الكراميل بتاعنا. بصي جميل ازاي لما برد ودخل الثلاجه. يلا بينا نقدم بقى الرز بتاعنا الجميل بخطوات، ونحط شويه كراميل صغيرين كده بس ايه في بدايه الطبق. حلو قوي كده، كمان هنا تغيير. يعني احنا كل مره متعودين على الرز بلبن بتاعنا وبتاع اهالينا، بس عشان نواكب العصر يا جماعه معلش عشان ما يبقاش حد سابقنا في حاجه، فنعمل الحاجات البسيطه دي ونروح على الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيب بس حاجه بسيطه فوق كده عشان نحط الكراميل بتاعنا. بصوا يا جماعه الرز بتاعنا مش كل رز، الرز البودره اللي احنا حطيناه عامل شغل حلو قوي فيه، عامل زي كريمه كده. ونبتدي بقى نحط صوص الكراميل زي ما احنا عايزين. عايزه تحطي بالمعلقه عادي كده كله، عايز تديله شكل كده زي ما احنا هنعمل، ما فيش اي مشاكل خالص. تغيير، والتغيير لاولادنا مطلوب يا جماعه عشان نمنحهم من الاكل من الخارج. ممكن بشكل تاني كده حلزوني، يعني اي حاجه تجذب الولاد. قبل ما انهي الحلقه معاكي عايزه اقول لك على شويه تكات تزودي بيها طعم الرز بلبن. لو عندك بقايا كيك فانيليا حطي شويه على الوش، وبعد كده حطي صوص الكراميل. لو عندك كريم شانتيه مضروب برضو حطي، وحطي صوص الكراميل. غيري في طعمه عشان ولادك يستغنوا عن اي حاجه بيشتروها من بره. جربيه هيعجبك، لانه فيه فعلا طعم جديد وطعم كريمي عالي جدا، وقشطه ولا قشطه ولا حاجات مكلفه برضو. اشوفك في حلقه جديده، واشوفك وانتي بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.